للأسف ما زالت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومنذ أكثر من 10 سنوات يدير ويتحكم بالقضية السورية ولا يسعى إلى حلها وفق القرارات الصادرة عنه، ولذلك ما زالت المجتمع الدولي يماطل في تنفيذ وتطبيق بيان جنيف واحد والقرارين 2118 و2254 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي. ولعل أهم وأخطر من ذلك، لم يتم الإفراج عن المعتقلين لدى النظام السوري وسلطات الأمر الواقع، أن المساعدات الإنسانية لا تحتاج لاتخاذ قرار من مجلس الأمن الدولي لأنها قضية الإنسانية ترتبط باتفاقيات جنيف الأربعة وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولكن للأسف أن استمرار معاناة جميع السوريين بسبب الجوع والفقر والأزمة الاقتصادية بسبب غياب الإرادة الدولية في فرض القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وبالقوة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن السوريين في شرق وغرب الفرات وفي مناطق النظام يتعرضون للجوع والفقر والموت البطيء بسبب قلة الغذاء والأدوية ومستلزمات الحياة الأخرى، بما فيها فقدان الأمن والأمان. والحل ليس في استمرار مجلس الأمن الدولي اللعب على مشاعر السوريين وأعصابهم بقبول روسيا الدولة التي تشكل الآن مافيا وعصابة تتحكم في المجتمع الدولي والتي جربت كافة أنواع الأسلحة في سوريا وفي أوكرانيا، وإذا ودافعت عن الطاغية والقاتل والديكتاتور واستخدمت حق النقض الفيتو لاستمرار هذا الوضع. إذن حاليا يجب إذن علينا أن نعود إلى القرارات الدولية، ويجب أن ننهي معاناة السوريين سواء كان في مناطق شرق أو غرب الفرات أو لدى عبارة مناطق النظام، لأن هؤلاء الشعب السوري يجب أن لا يقع عبارة تحت مطرقة عبارة المجتمع الدولي وسندان النظام وبقية الأطراف التي تتحكم عبارة بالقضية السورية. أستاذ أحمد، لماذا يتم تجاهل أن الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جبهة النصرة تسيطر على المنطقة الغربية من سوريا ومع ذلك يتم إدخال المساعدات إليها عبر النظام التركي؟ لا يخفى عليكم أن عبارة داعش والنصرة وأطراف أخرى بهالحالة هي تحكم فيها مجتمع دولي وتقوم بعملية يعني تنفيذ يعني وهي أدوات عبارة لمشغليها، وهؤلاء عبارة يعملون وفق أجندات معينة أصبحت معروفة ويتم نقلهم عبارة من مكان لآخر، ولقد استخدم النظام كما تعرفون داعش فيما يتعلق في مناطق عديدة، وللآن حاليا النصرة أيضا تمثل هذا عبارة الإرهاب بعينه وهي أحد أطراف القاعدة. لذلك هذه محمية ليس عبارة فقط من تركيا، محمية أيضا من دول أخرى، كما قال بعضهم لو أن كل طرف عبارة أو أجهزة مخابرات عبارة أزالت عبارة حصتها في داعش أو النصرة لما بقيت لا النصرة ولا داعش. هذا الإجماع والموافقة الروسية في مجلس الأمن على إدخال المساعدات، هل هناك صفقة روسية مع النظام التركي في ظل التقارب الأخير ومحاولات التطبيع مع الحكومة السورية؟ أصبحت حياة السوريين كما تعرف تماما وأمنهم واستقرارهم أصبحت موضوع بازار سوق عبارة عن المزايدات الدولية، ومن المؤسف أن هذا البازار يتم في منظمة دولية يجب أن تحترم عبارة عن قانونها القانون والاتفاقيات الدولية الناشئة عنها، ولا يجب أن تخضع لعمليات الابتزاز والتي تمارسها روسيا وبالتالي تقوم بعملية استغلال أبشع استغلال لهذه المساعدات التي يجب أن تخرج عن إطار عملية الموافقة، ويستطيع الولايات المتحدة وأوروبا والمجتمع الدولي أن يقوم بعملية إيصال المساعدات إلى جميع الأراضي السورية ودون موافقة روسيا، ويمكن عدم طرح هذا الموضوع حتى في مجلس الأمن لكي تتمكن روسيا من استخدام حق النقض الفيتو. شكرا جزيلا المحامي والكاتب السوري أحمد مشول على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة عبر خدمة سكايب من السويد، شكرا جزيلا.